نتوما تسمعوا دابا راديو جسور ارسفريم غيلاد اي راديو جسور. إذا مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا ومتابعين ومتابعات راديو بصوت، مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج مبادرة تحت الحجر. مبادرة تحت الحجر اللي هو برنامج كتلقاو معاه كل نهار مع ربع العشية، واللي الهدف ديالو هو تسليط الضوء على المبادرات الشبابية اللي كيقوموا بها شباب وشابات وكذلك جمعيات المجتمع المدني في هذه الفترة هذه ديال الحجر الصحي، وذلك من خلال بزاف ديال المجالات، سواء اللي هو متعلق بالتطوير والتكوين، اللي هو متعلق كذلك بتقديم الدعم النفسي والقانوني، واللي متعلق ايضا بتوزيع الاعانات الانسانيه. وهذا هو الموضوع ديال هذه الحلقه هذه من برنامج مبادرات تحت الحجر. معنا ليلى ميمي اللي غادي نهضروا معها على المبادره اللي كيقوموا بها في هذا السياق هذا، ومن خلالها كيحاولوا انهم يخفضوا الضغط ديال هذه الجائحه هذه، وخصوصا اللي مازلنا مع شهر رمضان كنعرفوا ان هذه الجائحه هذه يعني من خلالها بزاف ديال الناس فقدوا الوظائف ديالهم، بزاف ديال ارباب الاسر اللي يعني هما اللي كيعيلوا الاسر ديالهم فقدوا العمل ديالهم. هذه الهدف منها هو توزيع اعانه انسانيه لهذه الاسر المحتاجه. معنا ليلى ميمي، مرحبا بك. بارك الله فيك اختي كلثوم، هلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للمستمعين اللي معنا والمشاهدين كذلك، ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا على الامه الاسلاميه بالخير والبركات ان شاء الله، ويرفع علينا هذا الوباء يا رب. شكرا لك ليلى، بدورنا كنتمنوا رمضان كريم لجميع الامه الاسلاميه، وان شاء الله يرفع علينا هذا البلاء. اذا ليلى ميمي، بدايه شكرا على تلبيه الدعوه. نتوما داخل جمعيه شباب الخير بالمناره كتقوموا بهذه المبادره اللي هي الهدف منها هو توزيع الاعانه الانسانيه على الاسر اللي متضرره من تداعيات جائحه كورونا. نبغيو انك تهدي معنا اكثر ولا تهدي لنا على هذه المبادره هذه. وبسم الله الرحمن الرحيم، اولا هذه مبادره كيديروها شباب الخير يعني من خلال الانشطه الموسميه اللي كدار كل سنه، وبحكم ان هذه الجائحه يعني صابت المغرب فقررنا بالدور ديالنا اننا نعينوا بعض الاسر اللي في جهه ديال سخيرات تماره، والحمد لله تمكننا من اننا نعينوا بعض الاسر، ونتمنوا الخير ان شاء الله للبلاد، وان شاء الله يكون خير ان شاء الله. هذا هو اللي كنتمنوا جميعا. ليلى، نبغي نعرف معك كما قلتي هذه المبادره هذه استفدت منها مجموعه من الاسر على مستوى عماله سخيرات تماره، نبغي نعرف معك كيفاش تم الاختيار ديال هذه الاسر هذو اللي استفدوا من هذه الاعانات. وبداية بغيت نشرح لك الأخت كلثوم، هو أننا الجمعية قمنا بجمع التعاونية من عند المحسنين يعني وبعض الأصدقاء والأقارب، يعني كل واحد فينا يعني تمكننا أننا نجمع واحد المبلغ مالي، ومن بعد شفنا إحنا ركزنا بالأساس على الأسر الأرامل بالخصوص، يعني النساء اللي عندهم الأولاد واليتامى ديالهم، يعني اللي توفى الأزواج ديالهم. هذه هي الفئة صراحة اللي ركزنا عليها في تقديم القفة ديال جائحة كورونا. يعني وبهذا هاد الأسر هادو ديجا منخرطين معكم مثلا في الجمعية، ولا يعني كيفاش تعرفتوا على هاد الناس هادو؟ كيفاش عرفتوا هاد الناس هادو واختاريتوهم باش هما اللي غادي يستافدوا من هاد الإعانة؟ هو صراحة عندنا حنا مجموعة فيسبوكية، يعني كانوا دي كومونتير كانوا توصلنا بهم، يعني حنا درنا انطلاقة ديال المشروع ديالنا، ومن دوك لي كومونتير يعني توصلنا برسائل وبمكالمات، يعني بحكم اننا مخلين الارقام ديال الهواتف ديالنا ديال رئيس الجمعيه، فتمكننا اننا نتواصلوا بمجموعه ديال صراحه ديال المكالمات. ولكن كما قلت لك حنا شفنا يعني الارملات بالخصوص، يعني استهدفنا هذه الفئه، يعني الفئه ديال الارملات. وامتى انطلقت هذه المبادره هذه؟ وصراحة المبادرة ديالنا انطلقت نهار 20 مارس، يعني فاش بدا الحجر الصحي بداية ديالو في المملكة المغربية، كنا قمنا بهذا القفة ديال جائحة كورونا. نعم، تحسي على انه كيكونوا تبرعات؟ واش يعني كتعتمدوا على تبرعات مثلا ديال المساهمين او الاهيبات، ولا كتخدموا في اطار مثلا مشاريع مموله؟
هو بصراحة بهذه المناسبة هذه قمنا غير بالمحسنين، يعني جمعنا تبرعات من غير من عند المحسنين، والحمد لله هذه الفكرة نالت استحسان صراحة الله من عند للمحسنين والناس اللي كنعرفوا ولا الأقرباء ولا الأصدقاء، يعني مجموعة من الشباب اللي الحمد لله باقي الخير في هذه البلاد، وأي واحد كدق عليه إلا وكيلبي النداء، وهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. بطبيعة الحال انتم داخل الجمعية كلكم شباب وشابات، يعني هو جميل نشوفوا بحال هادشي، نشوفوا جمعية شابة فيها شباب وشابات كيديروا بحال هاد المبادرات الإنسانية وكيعاونوا الناس وكيقدموا يد العون، هذا عمل جميل كتقوموا به. كان بطبيعة الحال نبغيو من خلال هذا البرنامج أننا ننوهوا بالعمل ديالكم ونتمنوا لكم مزيد من التوفيق إن شاء الله. على ديك الجمعية اللي كتقدموا ليها واللي يكون لكم فيها شباب وشابات، نبغيو نعرفوا شنو طبيعة الأنشطة اللي كتقوموا بها داخل الجمعية. وصراحة من التسمية ديال الجمعية غادي يبان شنو هما الأنشطة اللي كنستهدفوا بالدرجة الأولى، اللي هي أنشطة خيرية، يعني كنقوموا بأنشطة موازية، ولكن الهدف الأول هو الجمعية سميتها شباب الخير، إلا والهدف الرئيسي ديالها هو الخير، يعني كتكون زيارات لدور العجزة، كتكون رحل مثلا لهادو الملابس المستعملة يعني المناطق النائية، كنزوروا دور اليتامى، يعني مرضى السرطان، يعني كاين مجموعه ديال الانشطه اللي كنستهدفوها. وما نساوش بالموازات كاين قلت لك بالموازات كاينين أنشطة موازية كنقوموا برحلات بالنسبة للشباب ومسابقات كذلك موازاة مع الأعمال الخيرية. حتى على أنها كتقوموا بتوزيع إعانات كذلك في المناطق النائية، ديجا قمتوا بأنشطة في المناطق النائية، فينا يعني البلاصة اللي تستهدفوا لهاد المناطق هذه؟ هو صراحة بشينا أنا لحقاش يلا انضميت للجمعية بحكم أنني كنت في جمعيات واحدة يعني آخرين. صراحة أول منطقة استهدفناها هي خنيفرة، نواحي خنيفرة، واحد المنطقة نائية المنطقة ديال خنيفرة. جميل هذا العمل اللي كتقوموا به، كنتمنوا لكم التوفيق بطبيعة الحال. هذه المبادرة هذه اللي كتقوم بها دابا في هذه الظرفية هذه ديال الحجر الصحي، واش يعني كاين افاق ولا كاين شي افكار انها تستمر مع انتهاء الحجر الصحي، ولا هي راهينا زعما غير في هذه الفتره هذه ديال الحجر الصحي؟ وهو بصراحة الله كما كيعرف الجميع ان جميع الجمعيات الخيريه الحمد لله هي كتعمل على طيله السنه، يعني ما كتكونش غير فتره زمنيه، ولكن بحكم اننا في يعني الحجر الصحي واللي هو ظرفيه، يعني الانسان كيلتزم بالبيت ديالو، وكاينين الناس اللي القرار العمل ديالهم، وكاينين اللي كيخلصوا يعني يومي، فيعني حبذا لو ان الانسان يخدم على هذه الفتره يعني باستمرار، يعني على شكل يومي، ماشي بحال مثلا طيله السنه كتلقى داكشي على حسب فترات، يعني كتلقى نقدروا نديروا عمل خيري مره في الاسبوع ولا مره في الشهر، ولكن بحكم انها الظرفيه يعني كاين عندها واحد الامد ان شاء الله بحول الله كنتمنوا انه يترفع علينا، فكنتمنوا اننا نشوفوا شباب يخدموا يومي على شكل يومي ان شاء الله بحول الله، يعني يحاول ما امكن انهم يشوفوا نسبه كبيره من الناس اللي صراحه بامس الحاجه ولو الشيء بسيط من المساعدات. بطبيعة الحال مجموعه من الاسر اللي هما في امس يعني الحاجه بحال هاد الاعانات هادو، خصوصا في الظرفيه هذه اللي مجموعه من ارباب الاسر فقدوا العمل ديالهم، وبالتالي ما بقاش عندهم مورد رزق يقدروا يعيشوا به الاسر ديالهم. ليلى نبغي نرجع معاك للمبادره، قلتي انها استهدفتوا بالاساس نساء الارامل، شحال تقريبا ديال شحال الاسر اللي استفدوا من هذه المبادره؟ المبادرة ديالنا صراحة الله استفدوا منها على ما يقارب 100 أسرة، يعني بجهة ديال الصخيرات عملت صخيرات مرة 100 أسرة اللي استهدفت الجمعية ديالنا. يعني واش في وسط المدن ولا كانوا يعني الضواحي ديال؟ لا كاين عندنا صخيرات سيدي حيا، يعني صخيرات المناطق النائية ديالها، كاين واحد الدوار سميتو دوار الحجار، كاين سيدي حيا، تمسنا، يعني تمارة المركز، يعني كانوا مناطق صراحه اللي ديال العملات الصغيره تمارا. وكيفاش البرنامج، يعني البرنامج اللي تم خلاله توزيع هذه الاعانات، واش دامت يعني على مراحل، كانت مثلا صغرقات شحال من نهار؟
وبصراحة هاد ما توضعش برنامج لحقاش الجائحة كما كيعرف الجميع أنها جات، يعني ما كانش عندنا أننا سابقا أننا ندير شي برنامج وأننا ندير شي اجتماع، بحكم أنه كان بدينا في الحجر الصحي، يعني كنا غير عبر مواقع التواصل الاجتماعي كنديروا الاجتماعات ديالنا، ولكن في الأغلبية كنا كنطبقوا أكثر ما كان أننا نديروا شي برنامج نوضعوه باش على أساس أننا صراحة الله. يعني شحال من نهار خدات منكم هاد العملية، عملية توزيع الإعانة؟ صراحة خدات من 20 مارس حتى أبريل، حتى الآن عاد يعني تقريبا 10 أيام. عشرية كنتمنوا لكم التوفيق في هذه العملية اللي كتقوموا بها. يعني كنتمنوا أن كل واحد من المكان ديالو، سواء ماشي بالضرورة يكون منتمي للجمعية ولا يكون منتمي للفريق ولا شي جروب، يعني يقدر أي واحد غير بوحدو ياخذ المبادرة ويعاون غير الناس اللي قرب ليه، وبالتالي كنكونوا كاملين عاوننا بعضياتنا وحسينا بعضياتنا وكنا مع بعضياتنا في هذه الفترة هذه اللي أكيد هي كنتمنوا أنها تدوز على خير. ليلى، نبغيو نعرفوا معك شنو البرامج ديالكم والأنشطة المستقبلية اللي ناويين تقوموا بها من هنا لقدام. هو إن شاء الله كان كيكون عندنا كل شهر رمضان زيارة لدار المسنين ودار الأيتام، ولكن الحمد لله هذه السنة ما توفقناش، ونتناولت إن شاء الله المجيء نتوفقوا فيها إن شاء الله بحول الله، والله مو رمضان إن شاء الله. كنت مننا نديروا قافلة طبية نواح بإحدى المدن النائية إن شاء الله، ومرفوقة ببعض المسابقات وبعض الأنشطة الموازية، وكذلك بعض الملابس المستعملة إن شاء الله غادي نديروهم معنا. هادو هما صراحة البرامج اللي واضعين لحد الساعة، يعني بحكم أن البرامج اللي كانت موضوعة لشهر رمضان تحبست، والحمد لله على كل حال. ولكن مع ذلك راكم كنتوا بمبادرة اللي كتستحق التنويه، مبادرة اللي جيدة وجميلة، وقدرتوا أنكم تعاونوا من خلالها مجموعة من الأسر. إذا ليلى شكرا، كنشكرك بزاف على هذا، كنشكركم على هذه المبادرة أولا، وكنشكرك على تلبية الدعوة، يعني وتحدثنا معك على تفاصيل هذه المبادرة هذه اللي كتقوموا بها، وكنتمنوا لكم التوفيق في القادم من الأنشطة والبرامج إن شاء الله. شكرا لك. شكرا كلتوم لهلي خطيك، بارك الله فيك، شكرا بزاف، شكرا للمستمعين اللي معاك، وشكرا للقناة جسور، وإلى اللقاء. شكرا لك ليلى. إذا متابعين متابعات راديو جسور، هكذا نكون وصلنا معكم لنهاية حلقة هذا اليوم من برنامج مبادرات تحت الحجر اللي كان هذه الحلقة هذه حول توزيع الإعانات الإنسانية من طرف شباب وشابات جمعيات الشباب الخير بتمار. راديو جسور. Vous ne serez plus jamais seul. Et je sourds. La radio, je sourds. La radio.